أكد أسامة عرابي المدير الفني لفريق أسوان أنه لا يتحمل نتائج الفريق في الدور الأول من الدوري، مشيرا إلى أنه قاد الفريق لحصد أكبر عدد من النقاط في الدور الثاني مقارنة بالفرق التي تصارع من أجل البقاء في الدوري. لاعبين ماتش كويس وأخطاء تافهة جدا دخلت فينا. احنا يعني كرة القدم كده، احنا بنلعب فرقة كبيرة وفرقة بتنافس على المركز الثالث ولعبنا في اوقات كتيره كويس جدا ووصلنا للجون وجبنا جون وكنا وضيعنا اكتر من كره، هم ايضا ضيعوا، ولكن الماتش كان رايح جاي. 44 هدف دي مش بتاعتي انا، انا بادئ الدور الثاني مع اسوان. اسوان كان عنده 10 نقط، اسوان كان مغلوب 12 مره الدور الاولاني، انا واخد فرقه اسوان وهي عندها 10 نقط، انا وصلت للنقطه 25. انا اكتر فرقه في الفرق اللي تحت واخده بنقط الدور الثاني. طنطا واخد 11 بونت، الشرقيه واخد 13 بونت، الناس التعدين واخد 14 بونت، الفرقه الرابعه الداخليه واخد 9 بونت، انا واخد 15 بونت. فانا حطيت طنطا في اسوان فرقه في مرحله كويسه قوي، فال 44 بونت اسوان، فال 44 جون او مش ال 44 جون دي مش قضيتي، انا جاي على الدور الثاني وبحاول على قد ما اقدر.